المتاهة اللي كل واحد فينا عايش جواها، المتاهة اللي طالب الثانوية العامة بيستنى يعدي 90% علشان يدخل المتاهة، طالب الجامعة اللي دخل كلية مش بتاعته ولا بيدرس كارير هو حبه بس متاهة هو عايش فيها، اللي اتخرج بقاله 5 سنين وبيشتغل شغلانة ما بيحبهاش ومكمل فيها عشان دي المتاهة بتاعته، الراجل اللي عنده 40 سنة وتخيل ان كل فرصه في الحياة خلصت، ده كمان في متاهة. انا هكلمكم عن المتاهة بتاعتي واقول لكم ازاي حلتها، او ممكن في الاخر نكتشف ان احنا ما حليناهاش، هنشوف. البداية كانت طالب في ثانوية عامة شاطر في الرياضة وبيحبها، نفسي يدخل كلية من كليات القمة، نفسي يدخل كلية هندسة. امتحان الرياضة بتاعي كان أصعب امتحان رياضة جه في 20 سنة، ما كانش للطالب المتميز، كان للأستاذ المتميز. اتشال فيها وزير التربية والتعليم وطلعت النتيجة، أنا جبت في الرياضة 48.5 من 50، وجبت في الكيمياء 31 من 50. ضاع مني حلم الهندسة، ضاع مني أكتر كلمة كان نفسي أسمعها، يا باش مهندس. الكلية اللي أنا كنت شايف نفسي فيها وشايف إني أكون مهندس مميز جدا فيها. طب أدخل كلية إيه؟ أدخل كلية ممكن أشتغل بيها في أي حتة. خلاص أنا هدخل كلية تجارة. فاكر أول يوم ليا في المدرج؟ ما كانش فيه مكان للدكتور يقف يشرح. أنا قاعد في الصف الخامس قدامه ومش سامع هو بيقول إيه، ومش فاهم هو عايز يوصل لي إيه. طلعت من المدرج، ودي كانت آخر مرة أدخل فيها المدرج بتاع كلية التجارة. سقطت سنة أولى، طبيعي جدا. سنة تانية قلت يا واد ذاكر شوية. جبت أول الترم الأولاني 4 امتياز. والمادة التانية كنت جايب فيها جيد. الترم التاني حصل مشاكل مع والدي الله يرحمه وتعب واتشغلت معاه، شلت 3 مواد. وكانت واقفة معايا على درجة. درجة تجيلي واطلع بمادتين. كنا وقتها في رمضان. كنت بصلي كتير. قيام ليل وتراويح وتهجد، وكنت في كل ركعة بدعي ربنا على الدرجة، وكنت شايف انها حاجة بسيطة جدا ان ربنا ممكن يمنعها عني، دي درجة يا رب، انا عايز درجة واحدة بس. قعدت ادعي كتير جدا وحسيت من كتر دعائي يقيني الإجابة، وبدل ما بقيت بدعي واقول يا رب انا عايز درجة بقيت اقول الحمد لله يا رب انا اخدت الدرجة. وقدمت الالتماس بتاعي والنتيجة طلعت، أنا سقطت واتطردت من الجامعة، وما بقاش قدامي أي حل غير إني أسحب الملف بتاعي. رحت عشان أسحب الملف بتاعي قالوا لي أنت مطلوب منك 1000 جنيه، 1000 جنيه مصاريف إدارية لازم تدفعها. وقتها أنا كنت شغال ومرتبي في الشهر كله 600 جنيه. اعمل ايه؟ بقيت بجري في الشارع وبقول يا رب ليه يا رب ما اديتنيش الدرجه؟ كنت ريحتني دلوقتي. اجيب منين ال 1000 جنيه؟ ربنا يسر، وحد من قرايبي اتصل بيا قال لي تعالى خد مني ال 1000 جنيه دلوقتي واسحب الملف بتاعك واجري بسرعه الحقه. رحت قابلته وخدت ال 1000 جنيه وجريت خدت الملف بتاعي وخلاص انا ماشي ورايح اقدمه. طب اقدمه في ايه؟ كنت في الوقت ده بتفرج على مستقبلي وهو بيضيع مني، وده كان الشكل اللي بيعبر. رحت عشان اقدم في اداب. طب اقدم في ايه؟ اداب انجليزي شكلها حلو، شكلها شيك، اقدم في اداب انجليزي. رحت اقدم في اداب انجليزي قالوا لي العدد اكتمل
مفيش قدامك غير حاجه من اتنين، يتقدم في عبري يتقدم في فرنساوي، والاتنين لو دخلتهم مش هطلع من الجامعه قبل 8 سنين. طب اعمل ايه؟ خلاص في عز ما انت بتحس ان الياس بينتشر في كل خلايا جسمك وخلاص هتستسلم للامر الواقع، وفعليا ابتديت افكر هعمل ايه في السنه اللي انا هقعدها مش هدخل فيها الجامعه، كانت رحمه ربنا بتتشكل قدامي في شخص انا معرفوش ولا هو يعرفني. شخص قرر ان هو يساعدني، موظفه قالت لي بص انا هعمل كل ما في وسعي علشان تدخل اداب انجليزي، بس ان ما ينفعش للاسف هتعيد معانا السنه. بقى كل تفكيري ان زمايلي اللي قدي داخلين ثالثه وانا ممكن اكون لسه هبدا سنه اولى بتاعتي. اتاخرت كتير وفاتني اكتر، بس اكيد في حل. دخلت الجامعه وربنا يسر ودخلت اداب انجليزي. رحمه بتلحقك قبل مرحله ياس من كل حاجه بتعملها في حياتك، من قبل حتى ما تبدا حياتك. مصاريف الجامعه بتاعتي كانت 2500 جنيه في السنه، وانا شغال ب 600 جنيه في الشهر، فلازم اتعب واشتغل. وكان السؤال اللي غير شكل حياتي، يا ترى وقفتي في نفس المكان هتعمل لي شيء جديد؟ وكانت الاجابه انت في نفس المكان بقالك كتير وما حصلش في حياتك اي جديد. وكان القرار اجري، اتحرك، اغلط، اتعلم، اقع، قوم، المهم ما تقفش في نفس المكان بتاعك. وبدات فتره السعي والاختبار، ودي الفتره اللي بتسبق اي فتره نجاح، هي فتره حاجات كتير بتعملها، شغل بتشتغله انت مش حابه، وظيفه بتشتغلها مش مكفيه مصاريفك، حاجه بتعملها انت مجبر عليها، بس هي دي فترة السعي وفترة الاختبار والبناء بتاعتك اللي ربنا بيخليها سابقة للنجاح وجني الثمار بعد كده. أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هي دي الآية اللي أنا بقيت بجري بيها وأنا مطمن. بقيت عارف إن الشغل اللي أنا بشتغله وأنا مش راضي بيه هو سعي لحاجة تانية جاية أحسن. المرتب اللي مش مكفيني دلوقتي وبدوس على نفسي في مصاريفي والحاجه اللي انا ممكن اكون نفسي اجيبها، بس ده عشان وقت تاني هجيب فيه كل حاجه انا نفسي اجيبها. خلصت فتره السعي والاختبار وبدات مرحله جني الثمار. في يوم وانا راجع من الشغل وقاعد على القهوه قابلت واحد لا يعرفه ولا يعرفني اسمه خالد. خالد كلمني وقال لي انت شكلك انسان طموح وبتسعى وبتتحرك، فانت بتشتغل ايه؟ قلت له انا شغال ويتر في مطعم. قال لي طيب ما انت في كليه ايه؟ قلت له انا في اداب انجليزي. قال لي طب ما تشوف لك اي شغلانه ممكن تبقى كويسه تشتغل بيها. فقلت له ما انا ما اعرفش حاجه. قال لي انت ما عندكش سي في؟ ودي كانت اول مره اسمع فيها كلمه سي في. هو يعني ايه سي في؟ قال لي دي السيره الذاتيه بتاعتك اللي انت بتكتب فيها الحاجه اللي انت عملتها والكليه بتاعتك. طب ده انا عاملها منين؟ ابتدى يقول لي على اماكن كتير اروح اتعلم فيها. كانت اول مره اسمع وانا في تانيه جامعه يعني ايه سي في، اول مره افهم يعني ايه انترفيو، اول مره افهم ان في حاجه اسمها تيدكس وتريننج وستيج وناس قاعده بتتعلم. ايه العالم الكبير اللي انا ما اعرفش عنه حاجه؟ وابتدى عالم كبير مجهول يظهر لي. هو ده العالم اللي انا كنت بدور عليه، هو ده العالم اللي انا مستني اخد فرصتي فيه. وخدت التراك ومحدش وقفني فيه بعدها. بعدها ب 20 يوم بس كنت منظم في مؤتمر دولي تبع الامم المتحده، كنت شاطر جدا، بعرف اشوف الفرصه بتاعتي فين واجري عليها استغلها. كان ليا واحد لسه متعرف عليه كان هو اللي بينظم الحاجات دي، انا ما كنتش بروح اتعرف عليه، انا كنت بروح اصاحبه اتعلم منه واقول له انا لسه جديد علمني وخدني معاك. عجبه طريقتي وعجبه طريقه كلامي وخدني معاه مؤتمر انظمه، وكان مؤتمر دولي تبع الامم المتحده، واقف وقدامي وزراء وسفراء، الناس اللي بشوفها في التلفزيونات زينا، وانا ممكن كمان اكون زيهم. في وقت من الاوقات كنت شغال خدمه عملاء، وكان شغلي من الساعه 7 بالليل لغايه 4 الفجر،
وفي نفس الوقت كان عندي منحة، منحة انطلاقة اللي أنا كنت باخدها من 9 الصبح للساعة 5، والاتنين في مصر الجديدة، وأنا ساكن في شارع السودان عشان أروح كل يوم معايا ساعتين. كان قدامي القرار يعمل زي أصحابي واشتغل بس، يتعب أكتر منهم وأوصل لحاجة أكبر منهم. كنت بعمل الاتنين في نفس الوقت، ما كنتش بروح البيت، قعدت 3 أيام ما بروحش، بشتغل في البيت، بشتغل بالليل وبنام ساعتين مع الأمن واروح المنحة، ارجع انام ساعة واشتغل. قعدت 4 أيام على هذا الحال عشان اخد المنحة، بس وانا بتعب كنت عارف ان ربنا هيكرمني، كان عندي يقين تام ان ربنا مش هيضيع سعي، ان ليس للإنسان إلا ما سعى وان سعيه سوف يرى. بعدها بثلاث شهور جالي شغل في إنجاز. إنجاز كان الشغل بتاعها الخمس أيام كان بمرتب الشهر بتاعي وأنا ويتر، فدي كانت نقلة كبيرة جدا لحياتي، وحسيت إن كل معلومة بتعلمها أنا بحس أثرها عليا، أنا فعلا حاسس إني بتغير، حاسس إني باخد مهارات كتير، مهارات جديدة، بكتسب معلومات جديدة، أنا فعلا بتحرك، وكل حركة بعملها بشوف أثرها قدامي. لسه ناقص حاجة، أنا كنت تحت المية بخمسة متر وعايز أتعلق مش بقشاية، بخيال القشاية. أبيت على وش المية وفهمت حاجات كتير، بس لسه ما بقيتش على بر، مش عارف أمشي إزاي. بعد سنة 15/3/2014 أنا بقيت اتغيرت، بقيت بعمل حاجة غير الحاجة، صحابي غير صحابي، طريقة تفكيري غير طريقة تفكيري. سنة واحدة غيرت كتير جدا فيا. 15/3/2015 أنا إنسان جديد. في سنتين اتنين خدت 9 منح من منظمة العمل الدولية وشركة شيل بترول وشركة الفطيم ومؤسسة الاي اف اي، نظمت مؤتمرات كتير دولية، خدت أعلى جي بي اي في المنهج الإداري باسوايز مصر، وخدت أحسن بزنس بلان في 2015، وخدت الطالب المثالي، وخدت المركز الأول في قصص التميز، وقررت أكون أول باش ماركتير. يعني إيه باش ماركتير؟ رجعت تاني الحلم القديم، أنا كان نفسي أدخل كلية هندسة وما قدرتش، بس ما كانش حبا في كلية هندسة، كان حبا في طريقة تفكير المهندسين. هو المهندس بيعمل ايه؟ في مشكلة بيحللها ويعرف هي فين ويحلها. انا قررت اشتغل الشغلانة دي بس في الماركتينج، فقررت اكون اول باش مهندس في الماركتينج، قررت اكون اول باش ماركتير، حققت الحلم بتاعي بس في المجال الحقيقي اللي انا لقيت نفسي فيه. بس مع كل اللي فات ده كان في حاجة ناقصة، وكان بيني وما بين الأول في أي حاجة خطوة، بس عمري ما كنت بعرف أوصلها. في منحة باص ويز دخلت منحة، وكنت أنا وعز أصحابي أحمد الجبالي بنتنافس على جائزة الطالب المثالي، وانا داخل واخد قرار اني هاخد المركز الاول، انا هاخد الطالب المثالي. فكنت بروح بدري عشان ابقى الاول، كنت بساعد صحابي عشان ابقى الاول، كنت بحاول ابقى مبادر في اي حاجه عشان ابقى الاول، كنت مسكت الهيد بتاع التنظيم بتاع حفله التخرج بتاعتنا عشان ابقى الاول. وجينا يوم الحفله، حفله التخرج بتاعتنا، النظام فيها ان الدكتور بيقول اللي عايز يترشح يطلع يقف على الستيج ويدينا ظهره والناس تعمل فوت. انا منتظر اللحظه دي، لحظه اني هكسب عز اصحابي واقوى منافس ليا. لقيت الدكتور في اليوم ده غير النظام وقال لي محمد اختار الطالب المثالي اللي ممكن يترشح للطالب المثالي. فانا يا دكتور لا النظام مش كده، النظام اللي اي حد عايز يترشح. قال لي لا انا غيرت النظام النهارده، انت اللي هتختار.
يا دكتور خلاص. اخترت احمد الجبالي اعز اصحابي وطلع وترشح وكسب، وانا بتحصر واقف في اخر القاعه ببص عليه. بس احمد عمل حاجه غريبه جدا. احمد بعد ما خد الجايزه وقف فيها وقال لهم في حد هنا يستحق الجايزه دي اكتر مني، وهو تعب اكتر مني ويستحقها، انا بهدي جايزه لمحمد الفقي. الموضوع كان فيه حكمه كبيره من ربنا ليا، كان فيه تاهيل رباني ودرس ربنا بيعلمهولي. الجايزه كانت معايا وكنت ضامنها، وفي لحظه راحت مني، فقدت الامل فيها، وفي لحظه رجعت لي تاني واخدتها. ايه اللي حصل؟ انا كنت ماشي بمركزيه الانا، انا عايز ابقى الاول، انا عايز ابقى الافضل، انا عايز ابقى الاحسن. بس في مركزيه تانيه، مركزيه الحياه، المركزيه القائمه على مركزيه الله. مركزيه الله هو كل حاجه بتعملها في حياتك انت ليك مراد فيها، وكل حاجة أنت بتعملها ربنا ليه مراد منك فيها، بس مرادك أنت ولا مراد ربنا منك؟ هو ده الدرس اللي غير طريقة تفكيري كلها. حضرت مع المهندس مهاب عثمان الدورة بتاعت حرر إرادتك اللي بيشرح فيها المركزية كاملة، وفهمتها وابتديت أعيد تفكير بيها تاني، وابتديت أمشي وأفكر بطريقة مختلفة في الحياة. ما كنتش فاهمها ولا كنت حاسسها. في يوم قررت اني انزل اتطوع في رساله في يوم الكساء العالمي، كان في نادي المطريه. فنزلت الصبح، الطريق زحمه وضلمه، مش ضلمه يعني، الطريق زحمه والعربيات كتير. ورحت لقيت متطوعين كتير جدا، فوقفت لو سمحت هو انا عايز اطوع معاكم، طب اقف في الدور، اقف في الطابور استنى دورك، اقف في الطابور استنى دوري. المتطوعين كتير قوي كده، قال لي اه. قلت له طيب مفيش حاجه صعبه ممكن اعملها؟ قال لي لا. طب مفيش حاجه فيها مجهود ممكن اعمله؟ قال لي برضو لا. وقفت في الطابور واستنيت دوري، وجي دوري مع واحده ست كبيره، خدتها في دراعي وابتديت امشي بيها. بنعدي على الهدوم وهي بتختار وتنقي، وتقول لي استنى كده يا ابني انت في جسم بنتي، اديني ظهرك. فراح قال لها خد يا حاج، فتقيس عليه واروح راجع لها تاني، النبي يا ابني ارفع كده رجلك اهو يا حاجه، اه لا ده هيبقى قصير عليه. خلصت يا حاجه؟ رحت واخد لها الهدوم بتاعتها واخدها في دراعي وماشي بيها لغايه اخر النادي وطلعتها. فانا راجع وقفت كده وقلت انا زهقت، انا هروح. وخدت قرار اني خلاص ماشي ومروح. وانا مروح الطريق زحمه اكتر، والاشارات واقفه اكتر، وكان قبل العيد بكام يوم. فنزلت من العربيه وبحط ايدي في جيبي بشوف معايا كام، وبعدي الطريق. على الطريق التاني واقف اتوبيس هيئه بينزل راجل جاي من اسوان معاه بنت على دراعه واتنين ستات وبينزل الشنط. الاتوبيس واقف في نص الشارع والعربيات وراها بيب 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 بيب، خلص خلص خلص. والراجل حاضر حاضر وعمال بينزل الشنط وبيجري بيها. ومره واحده الاتوبيس جري ولسه في شنطه هدوم جوه الاتوبيس. صاحبي الراجل اللي على الطريق التاني واقف وعمال محتاس ماسك البنت وعمال يجري بيها لمين وشمال، ويروح لسواق تاكسي يقول له جرير والله يعني انا هديلك اللي انت عايزه بس هات لي الشنطه. مفيش، ما بيردش عليه. الراجل جري وانا واقف على الطريق التاني
شايف كل حاجة بتحصل حوالين مني. خدت القرار في لحظة ان انا هجيب للراجل ده شنطة الهدوم بتاعته، قلت له ما تخافش انا هجيبها لك، وجريت ورا الاتوبيس باقصى سرعة قدامي، والاتوبيس الطريق قدامه فاضي، فجري فترة كبيرة قوي او مسافة كبيرة قوي، وانا بجري في موتوسيكل طالع من شارع جانبي، قلت له وقف خدني وراك، ركبت وراه وجرينا وقفنا الاتوبيس وجبت الشنطة وراجع بيها. بس وانا راجع اول مرة افهم يعني ايه مركزية الله. انا لما نزلت من بيتي كان مرادي انا كساء بس في نادي المطرية اساعد الناس، بس كان مراد الله مني برضو كساء بس اجيب شنطة الراجل ده من الاتوبيس اللي ما كانش هيعرف يجيبها. لأول مرة افهم يعني ايه مراد الله مني، وبقيت عايش بعمل كل حاجة واسأل نفسي سؤال واحد، يا ترى ايه مراد الله مني في اللي انا بعمله دلوقتي؟ يا ترى ايه مراد الله منكم انتم انكم تكونوا قاعدين دلوقتي؟ هي دي البذرة اللي غيرت طريقة تفكيري كلها. وفي لحظة تجلي تجيلي الفكرة، أنا عايز أعلم 10 من صحابي التخطيط اللي أنا اتعلمته، وأساعدهم إن هم يحلوا المتاهة بتاعتهم زي ما أنا اتعلمت، ويقف على أول الطريق زي ما أنا وقفت. بس كان في حاجة اتغيرت، رجعت أفكر بمركزية الله. العشرة اللي كنت عايز أعلمهم تحولوا لثلاثة وثلاثين ألف طالب على مدار في 20 محافظة. نزلت أخبار عنه في الجرايد والتلفزيون والراديو، كل حاجة كنت بتمناها ربنا حققها لي واكتر. بقيت قدوة لناس كتير، وكلامي رسالة ليه. ارجعوا معايا شوية، فاكرين لما كنت بدعي ربنا عشان عايز درجة؟ ربنا ما ادانيش الدرجة بس ربنا رفعني طبقة. الرزق اتنين، رزق بعدله ورزق بفضله، ورزق انت بتطلبه ورزق هو بيطلبك. كل الأديان السماوية اتفقت على كلمة واحدة، العلم وقيمة العلم. فتعلم اتعلم اتعلم. بس وانت بتتعلم اطلب من فضل ربنا مش من عدل ربنا. عدل ربنا على قد تعبك هتاخد، فضل ربنا على نفس تعبك هتاخد اضعاف 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 ما هتاخد. فاتعب واسعى وتعلم واطلب من فضل ربنا مش من عدل ربنا. هو انا حليت المتاهة؟ لا، هي ما طلعتش متاهة، هي طلعت الحياة. شكرا لكم.